معكم ورحمة الله وإلى بعض في أي مكان، تحياتي لكم جميعا. مرة أخرى حديثي سأحاول أن يكون سريع ومختصر، ولكن هو حول ما جرى ويجري بخصوص المقابلة الملعونة ما بين الجزائر ومصر. هذه المقابلة التي كان المفروض أن تزيدنا أخوة وتزيدنا تعاضد وتضامن، فإذا بها تتحول إلى حقيقة وسيلة لصراع وهجومات غير مسبوقة من طرف الجانبين على الجانب الآخر. كنت قد أبديت رأيي في الموضوع قبل حوالي 4 أيام، وقلت أنه لا يجب أن يحدث هذا ما بين الإخوان، ما بين البشر، حتى بدون أن نكون عرب ومسلمين ولدينا تاريخ مشترك سابق في 14 قرن على الأقل، وأيضا في 50 سنة الأخيرة التي جمعتنا فيها الشدائد والمصائب، وكنا دائما سند لبعضنا البعض كجزائريين كمصريين، ولكن أيضا لدينا تاريخ قديم وقديم جدا. ففي ذلك حتى لو كنا نلعب ما أو لو كانت هذه المقابلة ما بين كوريا وما بين الفيتنام أو ما بين كوريا وجنوب أفريقيا، وحدث ما حدث، فكنا سنستنكر أن البشر تصل إلى هذا الوضع وتصل إلى هذه الحيوانية وإلى هذه العصبية. قلت رأيي قبل أيام في هذا الموضوع، ثم دعيت إلى برنامج الحوار في برنامج يقدمه أخ مصري ويسمى أقلام مصرية، وهو في الغالب يتعرض لقضايا مصرية، وأبديت رأيي أيضا في الموضوع، وأدنت بشدة كل ظلم وكل ما يقع من ظلم على الطرف الآخر، سواء قام به مصريين ضد الجزائريين أو جزائريين ضد المصريين. وبصراحة نددت بغوغائية بعض الناس وباستخدام الحكومتين والنظامين لهذه المقابلة من أجل جر الشعبين إلى معركة هامشية، معركة مزيفة، معركة لا يجب لها أن تكون ولن تكون. أنا أعرف أن وأفهم جيدا في المانيبيلاسيون، أفهم جيدا في تحريك الشعوب وفي كيف هذه الأنظمة ظلت ولا تزال وستبقى تحرك دائما وتبحث دائما عن العدو الخارجي، لأن العدو الخارجي يساعدها في ضمان حد أدنى من الداخل، وطبعا خبراء في هذا المجال يتحدثون فيه، وهناك كتب مكتوبة وهناك أشياء كثيرة حول كيف يستخدم الاستبداد عموما الشعور الوطني من أجل أن يظهر بأنه هو حامل حماة وهو المدافع عن المصالح الوطنية وهو المدافع عن الشعور الوطني وهو المدافع عن الكرامة وإلى آخره. واستمعنا قبل قليل إلى ما قاله الرئيس المصري مبارك من أن كرامة المصريين وإلى آخره. ولست أدري أين كان عندما تداس كرامة المصريين من طرف مصريين آخرين في السجون المصرية. السجون المصرية فيها أكثر من 20,000 معتقل، 20,000، وهذه من منظمات حقوقية دولية، 20,000 معتقل اعتقال تعسفي، بل أن هناك من قضى أكثر من 20 سنة أو 15 سنة في السجن ولم يطلق سراحه. وأمثلة والعشرات من الأمثلة موجودة، ومن أراد أن يدخل على أمنيستي انترناشونال أو هيومن رايتس أو الكرامة سيجد معلومات كثيرة على هذا الموضوع. ولست أدري أين كان الرئيس المصري عندما تداس وتهان، إذن أهين الصحفيين وأهين النساء وأهين المصريات قبل سنة وقبل سنتين، ويغتصب ولا يزال يغتصب مصريين ومصريات داخل أقسام البوليس المصرية. ولست أدري أين كان وأين يكون الرئيس المصري عندما يقتل جنود مصريين على الحدود مع ما يسمى بإسرائيل، وقتل منهم أكثر من مرة وقتل منهم عدد لا بأس به في السنوات الأخيرة. طبعا إسرائيل تقول خطأ. ولست أدري أين كانت كرامة الرئيس المصري عندما تقصف الأراضي المصرية من طرف سلاح الطيران المصري. ولست أدري أين كانت كرامة الرئيس المصري عندما يذبح شعب غزة ويساهم هو في ذبحه ويساهم هو، وعندما كانت الطائرات تقتل العزل وتدمر غزة ويموت فيها المئات، وشفنا العام الماضي ذلك في أبشع صورة ممكن يتصورها الإنسان، والصور موجودة على الإنترنت. أين كانت كرامة الرئيس المصري؟ بل هو الذي ساهم ولا يزال يساهم في خنق
الفلسطينيين وخاصة في سكان غزة، بالرغم أنهم أكثرهم لهم علاقات وطيدة وعميقة بالمصريين، وفيهم كثيرين من أصول مصرية، وفيهم كثيرين من قبائل مشتركة ما بين المصريين والفلسطينيين، بل أن غزة ظلت وحتى هزيمة 67 النكراء التي تسبب فيها أيضا نظام مصري آخر، حتى ذاك الوقت كانت هي خاضعة للإدارة المصرية. لست أدري أين كان هذا الرئيس الذي يبلغ تجاوز 80 سنة من العمر، ويحكم بقبضة حديدية، ويحكم بحالة الطوارئ، ويحكم في أوضاع بائسة ل80 مليون مصري، كثيرين منهم يموتون بطرق بشعة في حوادث القطارات وحوادث البواخر وحوادث. لماذا؟ لأن باختصار بسيط استولت العصابات التي ترتبط به على مقدرات الشعب المصري وعلى ثروات الشعب المصري وعلى خيرات الشعب المصري. لست أدري أين كان هذا الرئيس الذي يتحدث عن كرامة المصريين عندما نهبت وتنهب الملايير وعشرات الملايير من الدولارات من قوت الشعب المصري الذي رأيناه في كثير من الأحيان يتقاتل على رغيف الخبز، ويضعونه وكثير منهم يعيشون في مقابر. وطبعا الوضع في الجزائر لا يختلف كثير عن ذلك، وأنا ضد مسلمين آخرين. وفي لبنان عندما قصفت وكان هو وكأنه يحرض إسرائيل على قصف اللبنانيين في صيف 2006، ولست أدري عندما ساهم في احتلال العراق سنة أو في تدمير العراق سنة 1990، وأرسل جنوده، وهو الذي منذ ذلك الحين في 1990 هو الذي حطم الوحدة العربية والتضامن العربي والتعاطف العربي عندما ساند قوات الأمريكية في ضرب وتحطيم العراق مع تنديدنا آنذاك ودائما بأن ما قام به صدام ضد الكويت كان خطأ فادحا لا يغتفر. لست أدري عندما يقوم بالضغط على الفلسطينيين، بل ويقتل ويعذب فلسطينيين داخل السجون المصرية، لعل آخرها لعلكم سمعتم بها قبل شهرين أو ثلاث عندما قتل تحت التعذيب شقيق سامي أبو زهر الناطق الرسمي باسم حماس تحت تعذيب السجون المصرية. لست أدري ما أين كانت كرامة هذا الرئيس عندما لا يسمح بدخول الخبز أحيانا والدواء أحيانا للفلسطينيين، ويمنع حتى الأوروبيين المتضامنين مع الفلسطينيين من الدخول. وشفنا كيف كانت وكم منعوا من وفود عربية وأوروبية ودولية من دخول غزة. لست أدري أين هذه الكرامة، أم أن الكرامة تكون فقط ولتأجيج المشاعر. ولقد استمعت وببؤس شديد أمس لابنه علاء مبارك وهو يتحدث عن الجزائريين، هو وبعض ما يسمى بالفنانين وبالنجوم، وما هم بنجوم، إن هم إلا أئمة فساد في واقع الأمر، إلا استثناء. طبعا دائما أنا أستثني وأحيي شرفاء من هؤلاء الفنانين، ولكن استمعت لبعضهم أمس وحقيقة الحجر يستفز، الحجر يستفز. استمعت لهم في بعض البرامج مثل برنامج البيت بيتك، وكنت استمعت من قبل هذا لأحد المعتوهين اللي يقدم برنامج القاهرة اليوم أو القاهرة هذا المساء فيما أذكر، ويسمى عمر أديب، وآخر يسمى أحمد زكي معه، والذي قال بصريح العبارة حنقتل الجزائريين الموجودين في مصر، دعوة صريحة ومباشرة لقتل